احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله اينما كنتم احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن نبدا اليوم بمشيئه الرحمن هذه الايام الفضيله التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات، وأن يحول حال هذه الأمة إلى أفضل حال، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا حسنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إن ربي على ما يشاء قدير. وبعد، سوف أسعد بكم على مدار هذا الشهر الكريم كل يوم في هذا الموعد في حلقات عن عجائب القلوب. والإنسان عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل، وكلما أشرقت وأضاءت هذه النفخة داخل الإنسان قلت يعني عتمة الإهاب الترابي الذي يجعل الإنسان بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى. وكلما أضاءت هذه النفخة كلما يعني أشرقت في قلبه أنوار رب العباد سبحانه وتعالى من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يترقى هذا القلب إلى مدارك أو مدارج الخير نحو رب العباد سبحانه وتعالى. والإنسان يعني يعلم أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه. ونحن في هذه الأيام وهذا المعلم، أنت يعني عزيزي وأخي الكريم المشاهد وابنتنا المشاهدة، أن نحن على مشارف هذا الشهر الكريم كأنما العبد يسافر عبر الزمان والمكان وهو في مكانه. فقضية السفر قد تقتضي أن يرحل الإنسان بجسده، وقضية السفر إلى رب العباد ففروا إلى الله، وقال إني مهاجر إلى ربي، أن يهجر الإنسان ما كان قبل رمضان ليدخل في هذه الأيام الكريمة في هجرة داخلية قلبية، يلج يعني إلى أو يقف على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب، لأن المسافة بين السماء والأرض هي دعوة مستجابة. القلب سمي قلبا لتقلبه، لحظة من انشراح الصدر، لحظة من انقباض الصدر، لحظة من الإقبال، لحظة من الإدبار. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. يعني هذا هو يعني هاتان حالتان للقلب. القلب إما له حالة إقبال على الله أو حالة إدبار، فإن أقبلت فتنفلوا. هذه أيام طيبة تساعد البيئة العامة والجو العام والروحانيات رمضان وهذه الأيام الطيبة وقضية الجوع وقضية العطش وقضية قيام الليل، كل هذه تساعد على إقبال القلب. فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحفزنا ويشجعنا أن القلب إذا أقبل ما عليه إلا أن يكثر من رصيد الخيرات، وإذا أدبر يعني توقف وشعر بشيء من القسوة أو القساوة أو شيء من ذلك، عندئذ عليه بأداء الفريضة، وهذا هو الحد الأدنى الذي يفصل المسلم عن غير المسلم. لكن لنا في هذه المقدمة بين برنامج عجائب القلوب كلمات يجب أن تقال. أنت اليوم في أول يوم في رمضان، أنا أدعوك وأدعو كل المشاهدين والمشاهدات إلى أن يزن المسلم والمسلمة نفسه أو نفسها على الميزان. فإن كان في بداية رمضان مثلا يعني 70 كيلو جرام، وجب في آخر رمضان أن يكون 67 أو 65، لكن أن يكون في أول رمضان 70 وآخر رمضان 90 هذه كارثة. يعني ما إذن الصيام ما حقق الهدف منه، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، لا يعقل باي حال من الاحوال ان نستهلك في شهر رمضان اطعمة واغذية تفوق يعني سنة كاملة مما يؤكل ويشرب على مدار العام كله. يعني وهذه كارثة، واحصاءات خطيرة تقول ان بعض الشعوب العربية والاسلامية تستهلك في رمضان 17 شهرا من غير رمضان. هذه مصيبة، فأنا لا أدري أين الصيام. الأمر الثالث، نحن في غير رمضان نأكل وجبات ثلاث،
في رمضان وجبة ونصف. يعني السحور هذا بركة، ليس الناس تظن ان السحور هذا عبارة عن مادة للتخزين او وسيلة للتخزين حتى يستطيع الانسان ان يسافر عبر اليوم في في في, في رحلة الحياة، انه يعني يكون عنده خزائن من او يعني ارصدة من الاطعمة والاغذية داخل معدته. اي طعام في المعدة سوف يهضم بعد ساعتين، فلا تظن ان هذا مخزن. تسحروا فان في السحور بركة، يعني مش مأدبة سحور واطعمة كثيرة ثم ننام على لا، ليس هذا هو الهدف من دخولنا هذا الشهر الكريم. لان المسلم يجب ان يلاحظ ان وجبة ونصف، يعني ان الانسان سبحان الله في الافطار او في السحور او في اي نوع من الاطعمة يأكل بحيث ينتهي عن الطعام وهو له رغبة فيه. وكان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر على بضع تمرات مثل السكريات ثم حسوات من ماء ثم يقوم ليصلي. عندئذ تبدأ المعدة في التنبيه على، يعني سامحوني في اللفظ، على الشر الذي سوف يحاق بها بعد قليل. يعني الانسان المسلم من الواجب يتقي الله سبحانه وتعالى في معدته وفي هذا الشهر الكريم، فلا يأكل في هذا الشهر اضعاف ما كان يأكل في الشهور السابقة. هاتان ملاحظتان سريعتان في مقدمة عجائب القلوب، ولنا ان شاء الله رب العالمين في كل يوم لقاء في مثل هذا الموعد باذن الله نتحدث عما في القلوب من عجائب. فاللهم قلب قلوبنا على طاعتك والى طاعتك يا رب العالمين، وتقبل منا انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.